حاجات جامده قوي الصراحه. يعني عايز احيي حساب او موقع يلا كوره ان هم يعني رصدوا كل هذه الارقام، لان ده كان امر مهم جدا وبيبين قيمه النادي الاهلي. الاهلي لعب 15 مباراه في كاس العالم للانديه متساويه مع اوكلاند سيتي اللي بيروح كده كده كل سنه بسهوله، مفيش اي مشكله خالص. لكن انت عندك منافسه قويه جدا في القاره الافريقيه، ورغم كده بتوصل 6 مرات كاس عالم الانديه، بتلعب 15 مباراه، ارقام كتير بقى عايزه الواحد يقعد يحفظها كتير في الحقيقه. فكل التوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي كمان، ده الاهم ان شاء الله. خلينا نروح لخبر اخر، وتحديدا من حساب مبتدا على تويتر، وبيقول موسيماني يجهز اجاي لمواجهه المريخ السوداني. اجاي جاهز 100%. اجاي كمان لما نزل مباراه بالميراس كان ممتاز في المباراه دي، لما تيجي تقيسها كده بفتره غيابه، اخر مباراه لعبها هي مباراه القرن اللي هي كانت قدام نادي الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا، اتصاب في الشوط الثاني خرج، من ساعتها ما لعبش. يعني من شهر ايه 11 صح، من شهر 11 لعب في شهر 2، وابتدى المباراه او نزل في الشوط الثاني تحديدا في مباراه بالميراس، ادى بشكل جيد جدا. ضربه الجزاء كمان اللي حطها في ضربات الترجيح كانت ممتازه جدا. فاجاي لاعب مهم وعنصر مهاري هام جدا بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني، اعتقد هيكون ليه دور في مباراه المريخ باذن الله.